بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى هذه الاجواء الرائعه جدا في استاد جامعه الملك سعود بالعاصمه السعوديه الرياض. سعيد بخدمتكم في هذه الليله وهذا اليوم المبارك الذي يصادف ذكرى مولد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموعد اليوم سيكون مع نهائي دور ابطال اسيا لسنه 2019، واي نهائي، في حضور جماهيري غفير، في حضور طرف سعودي بطل ليصل للنهائي للمرة الثالثة في ظرف 5 سنوات مضت، وفريق لم يبتسم له الحظ في هذه 5 سنوات التي مضت في مواجهة فريق ياباني سبق له أن توج على نفس الفريق الهلال منذ سنتين في 2017. معا سنقضي من دون شك مباراة مثيرة قبل لقاء العودة في 24 من هذا الشهر. المواجهة ستكون نارية أكيد لأنه وثأرية في نفس الوقت، أعطيت لمعركة كروية أولى ستكون هنا في العاصمة السعودية الرياض بحضور جماهير سلمان الفرج القائد ووسط ميدان نادي الهلال. عرضية الكرة من هنالك، تغطية دفاعية من عشيوكا لصالح عناصر والسن، لأن اللاعبين كبروا وتطوروا وصارت عندهم خبرة وتجربة كبيرة. انطلاق على الجهة اليمنى لصالح عناصر نادي السنوات التي مضت، طبعا لذلك نقول بأنه الضغط كبير على عناصر نادي الهلال. محاولة الانطلاق من هنالك من ياسر الشهراني، نادي أوروا الياباني خطيرة ومرعوبة، الملاغة، محاولة التوغل، التوزيع، رايك شوف كيف مزعجين اللاعبين اليابانيين أمام حامل الكرة. غوميز متسلل، نعم قلت مزعجين أمام حامل الكرة وضاغطين عليه حتى في منطقة بضغط متوازن، يعني مش ضغط جماعي وبكثافة عددية، شوف الضغط يكون من زوج أو ثلاثة. رجعت للخلف للمدافع هاشيوكا، الاعتماد على الكرة البعيدة من هنالك والتغطية الدفاعية، طبعا ما عارفين ماكينو تمكنوا أن يلعب في الدوري الألماني في نادي كورن، يلعب في الخلف فوكوشيما بيسرى، يرسل الرجلة الأولى، يتم منعه من إيصال الكرات من هنالك لسالم الدوسري، محاولة المرور في صراع، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق من سوزوكي، تلعب من هنالك على الجهة اليمنى مع هاشيوكا، يرجع مباشرة لحارسه فوكوشيما بيسرى على الجهة اليمنى، البحث عن كاريو، الكرة البعيدة لغوميس والتغطية الدفاعية الرائعة من هنالك من الونامي يخرجها سلمان الفرج، عنده الكرة الآن يلعبها مع عبد اللطيف، ترجع له مرة أخرى سلمان والكرة البعيدة لجوفينكو ولكن بعيدة كثير في الوسط مع السكيني، تسترجع من سلمان الفرج، جوفينكو استلمها، أول جول أول جول أول جول. أوه. أكثر لاعب يلمس كرات كثيرة في المباراة هو سلمان الفرج، وصلت لمحمد بريك، يعتمد الكرة البعيدة، البحث عن جوفينكو، التغطية الدفاعية الكتير. جوفينكو دخل غوميز يغير تماما هنالك ناحية ياسر الشهراني، يلحقها ياسر، يلعبها ممتازة ناحية أوه محمد بريك مرة ثانية، يرجع لسلمان الفرج، سلمان والكرة البعيدة، وين يا سلمان؟ الكرة لم تمر والتغطية الدفاعية، يخرج بالكرة علي، ضاعت ياسر، خطير ياسر خطير، ياسر يحاول يمر من امام كوشيوكا، هيلا توزيع جهة اليمنى، هاي خطيرة هاي خطيرة، كاريو اندري سريع، اندري كاريو، كاريو ارضية، جوفينكو، لا 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 لا، هذه اول اخطر فرصة في المباراة، كاريو لجوفينكو، الكرة تصطدم بظهر المدافع وتروح ركنية اولى في المباراة، تلعب ممتازة في الخلف، هاي صعبة، رجعت مرة ثانية لسلمان الفرج، جوكا ثم مرة ثانية سالم الدوسري، ترجع له سالم، وانطلق راح سالم، يواصل سالم يحب يدخل لم يتمكن من، مطلوب منك الاساسي هو التسجيل وليس التدخلات هكذا. القلولولو هاي للكرة هذه والانطلاقة من فابريسيو، كرة صعبة فابريسيو، بابا 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 الدفاع لا تخدم اليابانيين كثيرا، كرة بينية، جوفينكو مش متسلل، جوفينكو أرضية تسديدة بين أحضان الحكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.